ورحمة الله وبركاته. كيفكم طلاب الصف الثامن؟ طبعاً الحصة السابقة حلينا تدريبات قاعدة المفعول به، وصلنا لتدريب 4. اليوم إن شاء الله نستكمل حل باقي التدريبات اللي هي 4 و5 و6 و7. افتح الكتاب يا ثامن صفحة 30، خلينا نقرأ تدريب 4. استخرج المفعول به المتقدم على الفاعل فيما يأتي. 1. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. الآن يا تامن رح نستخرج المفعول به. الآن المفعول به عشان تعرفوا يا سائل تامن، أول شيء رح أحط خط تحت الفعل عشان من حيث المعنى أعرف أنا أستخرج المفعول به. طيب الآن شغلتنا، خلينا نطلع على هذا الفعل شغلتنا. شغلتنا الآن شغل فعل ماضي مبني على الفتح. شغلتنا أموالنا، تأتي الساكنة على محل لام الإعراب. لأن أنا حكيت لكم يا تامن إنه النا لما تتصل مع الفعل في إلها صورتين، إما راح تكون فاعل أو مفعول به. متى بعرف إنها فاعل؟ إذا كان الحرف اللي قبلها ساكن، وإذا كان مفتوح راح تكون مفعول به. الآن راح تحكي لي: طب هون في سكون قبل النا، هاي السكون ما راح أعتبرها لأنه هاي سكون التاء التانية، أصلها شغلة يعني قبل فتحة. شغلت هاي السكون التاء التانية الساكنة، شو أصل الفعل؟ أصل الفعل شغلة، معناته بما انه في عندي نا وقبلها فتحه، معناته هاي النا راح تكون ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. واحنا قلنا بتقدم المفعول به على الفاعل اذا جاء ضميرا متصلا، ماشي؟ اذا شغل فعل ماضي مبني على الفتح، تاء التانيث الساكنه لا محل لها من الاعراب، وهاي النا ونراد تطلع على سكون التاء اصلها فتح، اللي قبلها فتح لانه شغل، هاي النا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. طيب لو اخذناها من حيث المعنى، شغلتنا اموالنا، مين الشغل التاني؟ شغلتنا احنا اموالنا، يعني الاموال هي اللي اشغلتنا، صح؟ معناته الاموال هي الفاعل، شغل الاموال وقع علينا احنا، صح؟ الاموال هي الفاعل، والنا من حيث المعنى ضمير متصل كمان مبني في محل نصب مفعول به. وحكينا اتقدم المفعول به. الان انا اذا اعتبرت الضمير مفعول به راح اعرف اللي بعديها فاعل، ماشي يا تامن؟ اذا اتصل احد الضمائر الناء والهاء وكاف المخاطب وياء المتكلم الفعل، اعتبرته انا مفعول به راح يكون اللي بعديه فاعل مؤخر، ماشي؟ اذا سبب تقدم المفعول به على الفاعل لانه المفعول به جاء ايش؟ ضميرا متصلا. هون المفعول جاء ضميرا متصلا عشان هيك تقدم على الفاعل. خلينا نشوف الجملة الثانية. نسقت قاعة الحفل متخصصة بالتصميم الداخلي. راح أحط خط على الفعل عشان هذا المفعول به. نسقت. الآن نسق فعل ماضي مبني على الفتح، تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. طيب مين قام بالتنسيق؟ القاعة اللي نسقت المتخصصة، ولا المتخصصة اللي نسقت قاعة الحفل؟ مين قام بالتنسيق؟ أصلها نسقت متخصصة قاعة الحفل. خلينا نأخذها من حيث المعنى يا تامن. مين قام بالتنسيق؟ الآن القاعة، يعني هل يعقل إني أنا أحكي القاعة هي نسقت المتخصصة، ولا المتخصصة قامت بالتنسيق؟ المتخصصة هي قامت بالتنسيق، معناته هاي إيش؟ هاي فاعل، هل هتكون المتخصصة فاعل مؤخر. وين المفعول به؟ تنسيق المتخصصة وقع على مين؟ على قاعة، ماشي؟ تنسيق المتخصصة وقع على مين؟ على قاعة الحفل. إذا قاعة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على إيش؟ على آخره. ومتخصصة هي فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ تنوين الضم، ماشي؟ أخذناها من حيث المعنى طبعا. والحفل شو راح يكون إعرابها هون؟ راح تكون مضاف إليه. خذها من حيث المعنى يا تامن. طبعا انا لو اعتبرت قاعه فاعل راح تكون متخصصه مفعول به، راح تصير القاعه هي اللي نسقت المتخصصه، طبعا راح تزبط معي صح؟ حصد الثمار زارعها، راح نحط خط تحت الفعل. حصد فعل ماضي مبني على الفتح. مين قام بحصد الثمار؟
يعني معقول أنا أحكي إنه الثمار هي اللي حصدت الزارع ولا الزارع اللي حصد الثمار؟ حصد الثمار زارع بار، هون فعل ماضي مبني على الفتح، زارع هو الفاعل، فاعل مؤخر مرفوع عند رفع الضمة. طبعا الهاء مع إنها مع اسم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، حصد الزارع وقع على مين؟ على الثمار. إذا الثمار هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه إيش؟ الفتحة. الفتحة الظاهرة على آخره. طيب ليش يا تامر المفعول به هون تقدم على الفاعل؟ حصد الثمار زارعها. لو طلعنا عن الفاعل راح نلاقي في ضمير متصل، مش حكيت في ضمير اتصل فيها؟ هسه الهاء مستحيل تعرف هي مفعول به لانه احنا حكينا الهاء، احنا حكينا الهاء مع الفعل مش مع الاسم. الان الهاء هون زارع واسم، مش اعتبرناها فاعل والفاعل اسم مرفوع. الهاء حصد الثمار زارعها، زارع مين؟ الثمار. اتصل بالفاعل ضمير عائد على المفعول به. اتصل بالفاعل ضمير عائد على مين؟ الهاء عائد على مين؟ على الثمار، صح؟ عشان هيك تقدم المفعول به على الفاعل. اذا يتقدم المفعول به على الفاعل إذا اتصل بالفاعل ضمير عائد على مين؟ على المفعول به. اكتشف الجانية محقق ذكي. الآن اكتشف هي فعل ماضي مبني على الفتح. مين اللي اكتشف الثاني؟ الآن المحقق هو اللي اكتشف الجاني ولا الجاني هو اللي اكتشف المحقق؟ مين اكتشف الثاني؟ أصلها اكتشف محقق ذكي الجاني، يعني الاكتشاف وقع على مين؟ على الجاني، صح؟ إذا اكتشف فعل ماضي مبني على الفتح، محقق هي فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. طيب الجانية هي مفعول به، اكتشاف المحقق وقع على مين؟ على الجاني، ماشي؟ مفعول به منصوب. طيب الآن لو جيت بدي أعرف ذكي، شو راح يكون إعراب ذكي؟ نعت، صفة المحقق بأنه إيش؟ ذكي، ماشي؟ أرشدني الطبيب إلى الطريقة الصحيحة للتغذية المتكاملة. أرشدني الطبيب، بنلاحظ الفعل أرشد فعل ماضي مبني على الفتح، النون هاي زي ما حكيت لكم عنها نون الوقاية، بنلاحظ المتصل بالفعل ياء ضمير، هاي الضمائر الأربعة اللي حكيت لكم عنها، صح؟ أرشدني مين؟ أنا، هاي ياء المتكلم، هاي تام ياء إيش؟ ياء المتكلم، وحكيت لكم إنه ياء المتكلم مع الفعل إذا شفتها على طول بحكي ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، واللي بعديه على طول راح اعتبر الطبيب فاعل مؤخر. بما انه انا اعتبرت الضمير مفعول به، اللي بعديه على طول بحكي عنه شو تعمل؟ فاعل مؤخر مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على ايش؟ على اخره، ماشي؟ زودتني المواقع الالكترونيه بالمعرفه المتجدده. زودتني مين؟ انا. هون في كمان عندي ياء المتكلم مع الفعل على طول يتابع ياء المتكلم، راح احكي عنها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. بما اني اعتبرتها مفعول به على طول المواقع فاعل مؤخر، فاعل مؤخر مرفوع علامه رفعه الضمه. لو اخذناها من حيث المعنى، مين اللي زود الثاني؟ أنا زودت المواقع ولا هي اللي زودتني؟ هي اللي زودتني، يعني هي التي قامت بالتزويد، يعني هي الفاعل، وتزويدها وقع علي أنا كمفعول مفعول به. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثى. الآن عندي لم حرف نفي وجزم، يعانق فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السهول. طيب بنلاحظ إنه في هاء مع الفعل، يعانقه هو. هاي شو نسميها ياء تامن؟ هاي هاء الغائب. وحكينا لكم الهاء مع الفعل على طول شو هعتبرها؟ ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. بما انه ارتبط الضمير مفعول به معناته شوقه شو راح تكون؟
راح تكون فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفع الضمة. إذا شوقه راح تكون فاعل مؤخر وهو مضاف، والحياة إيش راح تكون مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. على طول يا تامر لما اعتبر الضمير مفعول به اللي بعديه على طول فاعل مؤخر، ماشي؟ على طول اعتبر اللي بعديه فاعل ايش؟ فاعل مؤخر. خلينا ناخذها من حيث المعنى، من لم يعانقه شوقه. مين العانق الثاني؟ شوق الحياه عانقني انا، يعني هو اللي قام بالفعل، ماشي؟ الان خلينا نشوف تدريب 5. اقرا النص الاتي في وصف الرزنامه ثم اجب عما يليه: علقتها على الحائط أمسي فأنظر إليها وأصبح لأحدق فيها، تعد أيامي وأعد ورقاتها، كلما نزعت منها صفحة ارتقيت في حياتي، هي تحصي أيامي وأنا أعد صفحاتها، عدد وجوهها كعدد أيام السنة وأزياؤها كأيام الشهر، أخت الساعة هي وأبوها الدهر، سبعة أيام تتداولها في الأسبوع فتقلبي كما تشائين يا بنت الدهر. إن مرايقاتك يحرصن على تذكيري بأن أنظر إلى الحياة بتفاؤل وأمل. هات وصفين وصف بهما الكاتب الرزنامة. المطلوب مني أستخرج من النص وصفين، وصف فيهم الكاتب مين؟ وصف الكاتب مين؟ الرزنامة. بإيش وصفها يا تامر؟ تدريب 5. واحد، الوصفان الوصف فيهم رزنامة. أول إشي عدد وجوهها كأيام السنة، واثنين وأزياؤها كأيام الشهر. المطلوب منا بالتدريب كمان استخرج من النص السابق. المطلوب منا استخراج، شو راح نستخرج يا تامر؟ النص اللي انا قرأته فعلا مضارعا منصوبا، ألف فعلا مضارعا منصوبا. خلينا نستخرج من النص فعل مضارع منصوب عن طريق الحرف من حروف النص. يلا، وأصبح لأحدق فيها. لماذا أصبح لأحدق فيها؟ عندي لام تعليل وفعل مضارع. لي أحدق فيها، هون لام التعليل وهي من حروف النصب، وأحدق فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على إيش تعمل؟ على آخره. هاي بالنسبة لفعل المضارع المنصوب. راح نشوف شو كمان راح نستخرج. فعل أمر مبني على حذف النون. فعل أمر مبني على حذف النون. زي مين فعل أمر مبني على حذف النون؟ يلا، تقلبي كما تشائين. تقلبي الآن، تقلبي فيها أمر صح؟ زي اسمعي اكتبي. احنا حكينا فعل الأمر لما أخذناه تامر إذا أسند إلى ياء المخاطبة فإنه يبنى على إيش؟ على حذف النون صح؟ إذا تقلبي فعل أمر مبني على حذف النون، وهي المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع إيش؟ في محل رفع فاعل. جيم فعل المضارع مبني على السكون.
مضارع مبني على السكون، فاهمني؟ يلا خلينا نستخرج من النص نفسه فعل مضارع مبني على ايش؟ مبني على السكون. زي مثلا يحرسنا، يحرسنا فعل مضارع مبني على السكون. ليش بني على السكون؟ لاتصاله بنون النسوة، صح؟ نون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع ايش؟ في محل رفع فعل. دال راح استخرج فعلا ماضيا مبنيا على السكون، فعلا ماضيا مبنيا على السكون. راح استخرج ياء التامل من النص نفسه كمان فعل ماضي مبني على ايش؟ على السكون. يلا علقتها، ارتقيت. اذا رح ناخذ واحدة اللي هي ارتقيت فعل ماضي مبني على السكون، وهاي التاء المتحركة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ماشي؟ هاي فعل ماضي مبني على ايش؟ مبني على السكون. لهون ماشي يا تامن؟ راح نستخرج جملة اسمية اللي هي ايش؟ عدد، يعني تبدأ باسم، عدد وجوهها كعدد أيام السنة. عدد وجوهها كعدد أيام السنة. هاي جملة ايش؟ بتعمل جملة اسمية. الآن راح نستخرج مفعولاً به ضميراً متصلاً. مفعولاً به ضميراً متصلاً. شو الضمائر اللي تتصل مع الفعل وتكون في محل نصب مفعول به؟ زي ما حكيت الكاف، الهاء، ياء المتكلم، النال بسبقة الفتحة. يلا انظر لي تامل على الأفعال وشوف شو الضمير اللي اتصل فيها واعطيني اياه بيكون في محل نصب مفعول به. شو رأيك بالنسبة لعلقتها؟ علقتها، شو رأيك في الهاء في علقتها؟ هاء الغائب علقتها هي، صح؟ وهاء اتصلت مع الفعل. حكينا أي هاء مع الفعل على طول ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. الآن راح نستخرج مفعولا به اسما ظاهرا. مفعولا به راح يكون ايش؟ اسما ظاهرا، يعني لا ضمير ولا اسم إشارة. يلا ما في مفعول به اسم ظاهر، يعني مفعول به عادي، تمام؟ زي ما تعودنا عليه. ممكن يكون مفرد أو مثنى أو جمع. كلما نزعت منها صفحة، نزعت صفحة، هون صفحة مفعول به، صح؟ اسم ظاهر يعني. مفعول به منصوب، معناه متصل به تنوين ايش؟ تنوين الفتح. أعد ورقاتها، ورقاتي مفعول به منصوب. طبعا ورقات جمع مؤنث سالم، منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه ايش؟ لأنه جمع مؤنث سالم. الآن في عندي تدريب 6 نموذج في الإعرابي.
وعدنا نخبة من الأطباء بتنفيذ يوم طبي مجاني في القرية. وعد فعل ماضي مبني على الفتح، إن اتصلت مع الفعل يا تامل وسبقة الفتحة معناته ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم، بما أن اعتبرت إن مفعول به نخبة فاعل مرفوع مؤخر وعلامة رفعه تنوين الضم. باء، ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. ما حرف نفي، حك فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره، جلدك مفعول به مقدم منصوب على قسم الفتحة وهو مضاف، طبعا الكاف هون راح تكون في محل جر مضاف اليه اتصلت مع الاسم مش مع الفعل. الكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه مثل فاعل مرفوع وعلامه رفع الضم الظاهر على اخره. جيم، عيني جودة ولا تجمدا الا تبكيان لصخر الندى. جودة فعل امر مبني على حذف النون من اخره، والف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. راح نحل سؤال الاعراب اللي هو بالنسبه لتدريب ايش؟ تدريب 6. تدريب 6 راح يكون عندي في اعراب. هنشوف شو الاعراب الموجود عندي. اعرب ما تحته خط فيما ياتي. الف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. الخط تحت سمعتم النداء. اذا هون بالنسبه لالف راح نعرب. سمعتم. الآن سمع فعل ماضي مبني على ايش؟ على السكون. هاي ميم الجماعة، التاء المتحركة، طبعا التاء المتحركة دائما ضمير متصل مبني في محل رفع ايش؟ فاعل. والميم هاي للجماعه، اصلا سمعتوا ماشي؟ سمعنا احنا ايش؟ النداء. اذا النداء مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهرة على آخره. ماشي تمام؟ هاي بالنسبة لإيش؟ لألف. راح نتناول إعراب شاركت لم يعبو ب شاركت. الآن شاركة بما إنه فعل اتصل مع تاء التأنيث الساكنة، فعل ماضي مبني على الفتح وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. مين قامت بمشاركة؟ لم يعد، إذن هي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على ايش؟ على آخره. إذا شاركة فعل ماضي مبني على الفتح، التاء التأنيث الساكنة، ولم يعد قامت بمشاركة هي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ايش؟ الضمة الظاهرة على آخره. أظهرنا أظهر نعم. الآن أظهر وانتهى. احنا حكينا الفعل سواء كان ماضي او مضارع اذا اتصل مع نون النسوة فانه يبنى على ايش؟ يبنى على السكون زي يحرصنا. اظهر فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.
الآن جيم يا تامن راح أتركه معك واجب يا رب. جيم راح يكون معك واجب تقرب لي إياه وتبعث لي إياه واجب. الإعراب جيم راح يكون إلى الواجب. إذا طلبت المجد والعلا فلا بد أن تجد وتجتهد. راح تقرب لي طلبت المجد وأن تجد وركز عند الإعراب زي ما أنا بعمل نفس الخطوات. الآن دال أما ترى العلم يسمو به صاحبه. خلينا نبدأ في إعراب ترى. الآن ترى أول شيء هي فعل مضارع. فعل مضارع طيب صدقت بناصر وجاز كف معناته مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هل هي ظاهرة أم مقدرة؟ إحنا كنا إذا انتهى بحرف من حروف العلة راح تكون إيش الضمة؟ راح تكون مقدرة. الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طيب وين الفاعل؟ ضمير مستتر. ضمير مستتر تقديره مين؟ أنت. ترى أنت العلم. العلم هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على إيش؟ على آخره. أما ترى العلم يسمو به صاحبه. الآن يسمو هي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو والألف التعذر الواو من ظهورها الثقل. لأنه ينتهي بحرف الحروف العلة ما بنصير نحكي إنه ضمة ظاهرة. به بي حرف جر والهاء احنا الضمير متصل اتصل مع حرف الجر راح يكون ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر. ماشي اذا الباء حرف جر والهاء ضمير متصل مبني يتامل في محل جر بحرف ايش؟ بحرف الجر. يسمو به صاحبه. صاحبه مين اللي اسمه؟ أما ترى العلم يسمو به صاحبه. مين اللي اسمه؟ صاحب العلم يسمو به. إذا صاحب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة وهو مضاف والهاء بما أنها مع اسم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ماشي هيك تعمل يكون انهانا حل التدريبات قاعده المفعول به. لا تنسى تحليل الواجب اللي هو جيم ويعطيكم العافيه.